السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندسين؟ نكمل بقى الشغل في المشروع بتاعنا. آخر مرة كنا صممنا البلاطة قفلات سلاب، خلاص طبعا طبقا للكود المصري، وقلنا الكود المصري مش موجود في البرنامج، فأخرنا في البرنامج موضوع الأناليسيس، وجبنا يا باشمهندس الأناليسيس بتاعنا العزوم، تمام. وكنا بنروح نعمل إيه؟ كنا بنروح على شيت إكسل نفرض شبكة حديد تسليح، وبعد ما نفرض حديد تسليح نقول له والله شبكة الحديد ديت في القطاع ده يتحملوا مومنت قد ايه، خلاص. وكنا بنروح نقارن بالمومنت اللي جاي من البرنامج، وطبعا ايه لازم الحديد اللي انت فرضه بالقطاع بتاعك يكون موفي المومنت اللي جاي من البرنامج، خلاص يا هندسة. وطبعا قلنا الشيت ده كان شغال بطريقة الفيرست برينسيبل، طريقة المبادئ الأساسية، قلنا لأن طريقة السي 1 جي قبل كده بيكون عندنا كذا مجهول. لو قلنا مثلا طريقة السي 1 جي، الاريا ستيل تساوي الام التيميت ليميت على الاف سي يو على الاف يل في الجي في الدي، تمام. انت هتفرض شبكة حديد تسليح، فمعاك ايه؟ فمعاك الاريا ستيل ومعاك الاف يلد ومعاك ايه الدي. اصبح ان انت عندك الجي مجهول والايه والمومنت مجهول اللي انت عايزه، خلاص يا هندسة. كنت في ناس تروح وتقوم جاي ايه رايحه فرضه الجي، وطبعا ده عشان تبقى تسهل على نفسها، وده طبعا طريقه غلط، خلاص. اما طريقه المبادئ الاساسيه الفيرست برنسبل بيبقى عندنا مجهول واحد اللي هو المومنت. طبعا شرحنا الكلام ده في المحاضره الخامسه، هنرجع لها، كاني شارح موضوع الفيرست برنسبل مانيوال، واتكلمت في القصه دي برضه، خلاص يا هندسه. طيب احنا كده خلصنا تسليح السقف. حاجه بس اخيره اتكلم فيها، لما بترص الحديد السفلي ده هندسه لازم تعمل له حاجه اسمها تاكيس. يعني ايه؟ يعني انت حطيت الصيغ ده، تمام، بناء على المكان اللي محتاج اضافه. هل هو كده لو المهندس بتاع الموقع او العامل استلم اللوحه كده هيبقى عارف الحديد الصيغ ده واقف منين على بعد مثلا القمر دي، او واقف منين راس كده؟ فلازم تروح تعمل له حاجه اسمها تاكيس، تقول له والله الصيغ ده واقف كده من القمر دي مسافه ايه، المسافه دي، تمام، وواقف كده راسي من القمر دي المسافه ايه، المسافه دي، تمام. وكذلك الدايمنشن خلاص هيبدا من عند السيخ ايه افقي كده، يعني هيبدا من عند السيخ، تمام. طيب كراسي بقى، يعني انت دلوقتي بتقول له الدايمنشن ده واقف منين، يعني التسليح ده هنبدا اضافي من هنا، تمام. طيب هنا ده بعده قد ايه من هنا؟ فلازم تروح تاكس ايه الدايمنشن دي كده، خلاص. إيه كده هو عارف مثلا مسافة التوزيع، يعني السيخ ده أول سيخ معاه هيبقى هنا على بعد 3 37، خلاص. وعارف مكان السيخ ده هيبدأ منين، أفقي من عند القمر ديت على المسافة ديت، وإيه ورأسي عند المسافة دي، تمام. أما بالنسبة للتسليح العلوي اللي فوق الأعمدة، هو المهندس أو الراجل بتاع الموقع بيبقى عارف هيأكسه دايما منين، بيبقى بيأكسه دايما من ايه، من سنتر العمود، عشان كده واحنا بنحطه كنا بنحطه من سنتر العمود، فمش محتاج يتأكس. وكذلك الدايمنشن بيبدأ كل شغله يشوف مثلا العمود ده سنتره فين، ويقوم جاي ايه حاطط نص الصيغ ده، يعني بيترفرف منها متر ونص من السنتر ومتر ونص من السنتر، وكذلك الرأس، خلاص يا هندسة، تمام. دلوقتي يا هندسة نروح عايزين نسلح القمرات عشان نخلص من السقف ده خالص. طيب نسلح القمرات ازاي يا باشمهندس؟ برضه يا هندسة زي ما قلنا الكود المصري مش موجود على البرنامج، فكل اللي احنا هنقدر نجيبه نروح نجيب الكباستي، نروح نشوف آسف الاناليسز المومنت والشير، ونروح على أساسه نسلح القمرات بتاعته، تمام. أما مثلا لما نيجي الجزء الكود الأمريكي طبعا هنشتغل على البرنامج على طول. طب نعملها ازاي يا باشمهندس؟ أنت يا باشمهندس بتروح تجيب من على البرنامج المومنت، تمام، وتشوف والله لو انت هتفرض حديد تسليح، حديد التسليح ده اللي انت حاطه ده في القطاع ده يقدر يستحمل قد ايه، تمام. وتشوف اهم حاجه المومنت اللي انت فرضه نتيجه حديد التسليح يكون اكبر من المومنت اللي هيجي من البرنامج. يعني مثلا لو عندك كاميرا عليها 3 طن، تمام، وانت رحت فرضت حديد 2 في 12، 2 في 12 في القطاع بتاعك اللي هو مثلا 12 في 70، قال لك والله ال 2 في 12 دول في القطاع ده يستحمل بس 2.5 طن، ينفع تروح تحط الحديد ده في الكاميرا دي؟ اكيد لا، لان الحديد ده يقدر يوفي بس 2.5، ما يقدرش يوفي 3، فتروح ساعتها تفرض ايه 4 في 12 وتشوف هيوفي معاك كام.
دي طريقة التسليح لما ما يكونش ايه الكود بتاعك موجود على البرنامج، اخرك الاناليسز وبعد كده ايه تروح تسلح بره. خلاص يا هندسة؟ طيب تعالوا نشوف بقى ده الشيت بتاعنا اهوت يا هندسة. شيت بسيط زي التاني كده، بتدخل هنا الدايمنشن وهنا بتدخل التسليح السفلي، فبيقول لك والله ايه عندك المومنت اللور كذا، تمام. طيب ايه الابر ده؟ هنفهم دلوقتي. طيب كده نشوف. مبدئيا كده يا باشمهندسين، احنا عندنا طريقتين لاخراج النتائج وتسليح الكاميرات على الكود المصري. في الحقيقه هما مش طريقتين، هو في طرق كتير للموضوع ده، يعني ده مش كود، يعني في ناس بتطلع اخراج اللوح ده بتطلعه بطريقه مختلفه، ده بيبقى حسب المكان اللي انت شغال فيه، ولكن انا هشتغل بالطريقه الاكثر احترافيه والطريقه النظيفه يعني بتاعت الشركات الكبيره، واقول لك برضو ايه الطريقه التانيه، تمام. خلينا الاول في الطريقه بتاعتنا دي بتعمل ايه يا هندسه. كل القصه يا باشمهندس، انت دلوقتي عندك كاميرا بالشكل ده، تمام، وطلع عليها مومنت سفلي كده ومومنت علوي بالشكل ده. المومنت ده كان وليكن 3 طن، والمومنت ده كان 3 طن، 3 طن. والمومنت النيجاتيف دايما بيبقى اكبر شويه، يعني مثلا بيبقى هيبقى 5 طن، تمام. ليه بقى يا باشمهندس؟ لو رحت تشوف القيم الامبريكال اللي الكود حاططها هتلاقي حاطط لك ده في الكاميرات دبليو ال سكوير على 12 ودي دبليو ال سكوير على 10. معنى كده ايه؟ معنى كده ان القيمه النيجاتيف دي هتبقى اكبر من البوزيتيف، تمام. فانت بتروح ايه؟ بتروح تعمل له جدول. الجدول ده تعالوا نشوف اهو، ده الجدول اللي احنا هنشتغل عليه. الجدول ده وليكن مثلا بقول له كاميرا كاف 2 ديت فيها تسليح سفلي 2 فاي 12 و2 فاي 12. طب ايه حاه 1 وحاه 2 ديت يا باشمهندس؟ فاكرين يا باشمهندس لما قلنا تعالوا نشوف كده التسليح طبقا للكود المصري اهو، ده الكود يا باشمهندسين. فاكرين كنا بنعمل ايه؟ كان الكود بيقول لك ان انت تقدر تقطع الحديد 50% و50% يكمل للركيزه. ليه؟ لما تيجي كده تبص على المومنت على ركيزه سيمبل زي ديت كان بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى كده، تمام، بيبقى بالشكل ده. طبعا غير المانيوال، انا بكلمك في التصرف الحقيقي. المانيوال كنا بنفرض ان المومنت بيروح عند الركيزه لغايه الركيزه، وبنضيف احنا البارشال فيكسيشن دبليو ال سكور على 24. اما التصرف الحقيقي لا، التصرف الحقيقي ان القطاع كله بيتحرك مع بعض، فتلاقي الديفليكشن، لو تخيلت الديفليكشن هتلاقي في هنا شد وهنا ايه، وهنا شد وهنا شد. فالكود قال لك ايه؟ انت ما فيش عندك هنا مومنت وما فيش عندك هنا مومنت، وطبعا التسليح غالي، فنقدر نوفر والله 50% بس يقدر يروح لغايه الركيزه، و50% بس نوقفه لغايه هنا يوفي لي العزم بتاعي، ونمتد بعدها طبعا ايه؟ مسافه انكورج لينس، ده لو انت هتسلح بطريقه طريقه المومنت اوف ريزيستنت. اما في الطريقه الامبريكال هو خلاص بيديك قيمه، مثلا يقول لك هتقف من هنا عشر البحر الصافي مثلا. خلاص يا هندسه؟ بالظبط هو ده بقى ايه الشيت بتاعنا. تيجي تبص يا هندسه، خلينا هنا ديت دي الديزاين ايدز بتاعتي يعني اللي انا شغال بيها، فده الجدول اهوت يا هندسه. فتلاقيه بيقول لك ايه حاه 1 كذا وحاه 2 كذا، نعرف يعني ايه. تيجي كده تبص على القطاعات، الجدول ده بالشيت ده اللي احنا شغالين عليه ده مرتبط بقطاعات عشان الراجل يفهم يعني ايه حاه 1 وحاه 2. فتروح يا باشمهندس كده واحنا بنسلح ان شاء الله هنحط له القطاعات في قلب اللوحه. ليه؟ عشان لما يجي يشوف التسليح يقول لك اه ده حاه 1 ديت، يعني ايه حاه 1؟ فيجي يبص هنا يقول لك اه ده حاه 1 ديت اللي مكمله لغايه الركيزه، وحاه 2 ديت هي اللي مقطوعه. طب حاه 3؟ اه ده حديد تسليح الكنات، تمام، اهي اللي هو ايه تعليق الكنات، اسف تعليق الكنات مش تسليح الكنات. خلاص فنكمل كده. فتلاقي الشيت ده يا باشمهندس في حديد سفلي وحديد علوي. طب ازاي يا باشمهندس؟ يعني ايه انت حطيت لي هنا الحديد السفلي وحديد تعليق الكنات، هو في القطاع حديد علوي تاني؟ اه في حديد علوي تاني اللي هو ايه؟ اللي هو الحديد ده. طب يا باشمهندس النيجاتيف مومنت ده مش مرتبط بكاميرا معينه، يعني انت مثلا رحت سلحت الكاميرا دي فخدت بي واحد، وعشان ده المومنت شبهه خدت ايه؟ بي واحد زيها، تمام. طب نخلي ده مثلا 4 طن مثلا عشان ايه نخلي في اختلاف شويه، فدي خدت بي 2، تمام. فانت حاطط لي حديد تسليح علوي يا باشمهندس. طب ازاي حاطط لي حديد تسليح علوي؟ طب الحديد التسليح حلوي ده هيبقى تبع انهي كاميرا فيهم؟ طب انا التسليح السفلي وليكن بي 1 ده موجود في الجدول ان هو 4 فاي 12 او 2 فاي 12، وبي 2 4 فاي 12. انا كده عرفت ان انا هحط حديد سفلي هنا
قيمته. طب الحديد العلوي ده احطه طبعا على انهي كاميرا؟ قال لك يا باشمهندس احنا هنروح نحطه على الايه، على الكاميرا الكبيره اللي فيها. يعني ايه؟ يعني يا باشمهندس ببساطه انا هقول له مثلا ان البي واحد سفلي تمام حسب الكباستي محتاجه وليكن 2 في 12، وهروح على البي واحد هقول له والله لو البي واحد دي بقت جنبها كاميرا مستمره فاصبح بي نيجاتيف، في نيجاتيف مومنت، البي واحد ديت تتحط لها حديد علوي ازيد شويه. يعني ايه ازيد شويه؟ وليه ازيد شويه؟ قلنا عشان دايما النيجاتيف مومنت اكبر من البوزيتيف مومنت. فتيجي تبص على الشيت كده تلاقيني هنا حاطط لك مثلا ان بي واحد السفلي بتاعها 2 في 12، معنى كده ان انا معنى ان حاطط لك اس واحد بس ومش حاطط لك اس اتنين، يعني مفيش حديد هيتقطع. هي 2 في 12 هتقطع فيها ايه؟ اقل حدد هيتقطعه بيبقى سيخين، يعني سيخين يكملوا وسيخين ايه يقفل. فايه قلت لك والله ال 2 في 12 ده يستحمل مومنت كذا، وقمت جاي قايل لك في النيجاتيف مومنت او الحديد العلوي هزود الاسياخ شويه لان النيجاتيف مومنت بيبقى اكبر. فساعتها قلت لك لو الكاميرا بي واحد دي جنبها بلاطه كاميرا مستمره اصبح ان في نيجاتيف مومنت، يبقى حط لي النيجاتيف مومنت ده، حط لي تسليح له على طول كام؟ 2 في 16 تمام. واروح كمان اشوف المومنت ده كام واروح اقارنه بالمومنت الموجود. طب يا باشمهندس انا عندي من الناحيه دي كاميرا، عندي من ناحيه كاميرا ومن ناحيه كاميرا، اخد انهم فيهم احط له الحديد ده تمام. تيجي كده تبص هتلاقي مثلا بي 2، بي 2 مثلا ده انا حاطط لها حديد علوي نيجاتيف 2 مثلا فاي 12 و2 فاي 16، وحاطط لها البوزيتيف اللي هو السفلي 4 فاي 12 اللي هو 2 و2 تمام. هناخد الكبير فيهم يا باشمهندس، وتيجي تكتب كده ملاحظه في اللوحه تمام. هتلاقيني كاتب هنا ملاحظه التسليح العلوي فوق الركائز تمام، فوق الركائز هو امتداد تسليح منتصف البحر وفوق الركائز الوسطيه هو الاكبر من نموذجي الكاميرات من الجانبين تمام يا هندسه، ويمتد 33% من البحر طبعا زي الكود. يعني لو عندك الكاميرا بالشكل ده هروح اخد التسليح هنا النيجاتيف مومنت بتاعهم، هروح اخد الاكبر من النيجاتيف من النيجاتيف ستيل يعني الحديد العلوي اللي انا حاطه للكاميرا بي 1 وبي 2. ومش بس كده، ده انا اروح كمان اشيك على المومنت ده هشوف ايه ده المومنت ده عندي، هل هو موفي الحديد العلوي اللي انا حاطه لبي 2 ولا لا؟ طب لو مش موفي، لو مش موفي يا باشمهندس تروح تكبر قطاع الكاميرا دي او الكاميرا دي. حتى لو القطاع مثلا بي 1 مثلا انت هتروح تكبر انهم فيهم، لو رحت كبرت بي 2 فخلاص اصبح ان هي زي بي 1 قصدي بقت زي بي 2 فما فرقتش، فتروح مثلا تكبر بي 2، بي 2 مثلا بقت بي 3، ده البي 3 دي حاطط لها 4 فاي 16 فمحتاجه مومنت 14 تمام. المومنت ال 14 ده عدى بقى الايه المومنت اللي عندي. حتى لو كانت البي 2 موفيه البوزيتيف مومنت ده الحديد المومنت السفلي تمام، ولكن انا كبرت القطاع عشان ايه؟ عشان لما الراجل يجي ياخد التسليح يحط فوق الركائز هيروح ياخد الاكبر من ده من الحديد العلوي اللي انا فرضه لده والاكبر من ده، فلما يروح ياخد الاكبر من ده يكون موفي معايا في المومنت ده. فهمنا قصه الجدول دي يا باشمهندس؟ طيب دي الطريقة الأولانية. الطريقة الثانية يا باشمهندس، الطريقة الثانية إن إحنا هنحط جدول، إن إحنا هنحط جدول ما فيهوش حديد علوي، يعني كل التسليح اللي هيبقى موجود سفلي بس تمام؟ يعني هتروح تحسب الكباستي بتاع الحديد السفلي بس، ما تحطش حديد علوي، يعني ما تقولش الكاميرا كاف واحد ديت ما تربطهاش بحديد علوي تمام؟ طب العلوي يا باشمهندس، العلوي هتروح تحسبه لوحده تمام؟ العلو هتروح تحسبه لوحده وتشوف الكباستي بتاعه ايه، وتيجي فوق في المشروع بتاعك وليكن المشروع بتاعك بالشكل ده وادي كاميرا كده، فطبعا المومنت عندك بيبقى بالشكل ده تمام. فهتقول دي والله دي بي 1 ودي بي 2 زي ما هي، ما بقتش بي 3 زي ما قلنا، دي كانت قلنا حولناها لبي 3. وتيجي هنا تقوم جاي عامل جدول كده وتحسب الحديد العلوي اللي يوفي المومنت ده، وليكن طلع في 3 فاي ايه 16 زي ما يكون 16 زي ما يكون، وما تربطوش باي حاجه. وتيجي في البلان كله يا باشمهندس، هوريك نموذج زي ده ثواني كده يا باشمهندسين، الحاجات دي الديزاين ايدز والكلام ده انا هرفعها لكم ان شاء الله تمام. فلو جيت مثلا تشوف مثلا السوليد سلاب
تيجي تبص على مشروع زي ده هندسة هتلاقينا في الجدول ده عامل لك ايه، تسليح سفلي بس، تمام، مش حاطط تحت تسليح علوي، هو حاطط بس علوي تعليق الكنات بس مش اكتر، تمام. يعني بيقول لك الكاميرا كاف واحد ديت، تيجي تبص كده اهو، تسليح الكاميرا كاف واحد دي حاطط لها بس التسليح العلوي ده بيبقى مينيموم لان مفيش مومنت فوق، فبيقول لك تعليق كنات يعني ايه رقم كذا، يعني ده خاص بكل كاميرا مفيش مشكله، تمام. ادي التسليح السفلي بس، ويجي فوق الكاميرات يقول لك والله ده ديت النيجاتيف مومنت ده عشان هو فيه انا هحسب له التسليح بتاعه محتاج 3 في 12، وهنا 3 في 12، وهنا مثلا 5 في 16، زي ما يكون، وتحط جدول كده فوق كل ايه، فوق كل ركيزه، دي طريقه ودي طريقه، والله حسب المكان اللي انت شغال فيه اشتغل، بس تكون عارف الطريقتين، تمام. ولكن انا مش بفضل الطريقه دي بصراحه، يعني الطريقه دي في المشاريع الكبيره يعني بتعمل مهرجان يعني. وفي طريقه كمان، يعني في طريقه كمان الناس بتروح ترسم التسليح كمان فوق الايه، فوق الركائز، يعني شفت لوح كده قبل كده، تمام. فهو مش قرآن، المهم طلع الجدول بالطريقه اللي تريحك، يعني دي طريقه بسيطه والتانيه طريقه بسيطه، ولكن الطريقه التانيه اكثر احترافيه. خلاص احنا كده فهمنا ايه، فهمنا الجدول ده شغال ازاي، تمام. طيب بالنسبه لاس 1 واس 2 واس 3 واس 4 قلناها اهوت يا باشمهندس، دي كده على الديزاين ايدز بتاعنا، انت لازم لو هتشتغل بالطريقه ديت تروح تاخد له نماذج، النماذج دي يا باشمهندس تحطها له في قلب اللوحه، في قلب لوحه السقف، عشان لما يجي يبص في الجدول ويشوف حاه واحد تقول له اه ده حاه واحد دي كذا، تمام. يشوف حاه خمسه، اه ده حاه خمسه ديت الحديد اللي فوق الاعمده، ولكن الحديد اللي هيمتد ايه بكامل إيه؟ اللي بال 33%، طبعا الكود المصري قال لنا ايه، نص الحديد تقدر تخليه يمتد تلت البحر، ونص الحديد ايه ربع البحر، خلاص يا هندسه، تمام. الطريقه الثانيه برضو لازم تحط لها برضو نماذج، يعني لازم تحط لها نماذج عشان يعرف ايه سين واحد وسين اتنين، او او تكتب له هنا مثلا ده مكمل وده مقطع بالطريقه اللي انت عايزها يعني، خلاص يا هندسه. طيب نكمل بقى موضوع الشيت بتاعنا كده، فهمنا ايه موضوع المومنت. طيب قلنا قبل كده تسليح الشير بيبقى ايه، بيبقى كنات. نرجع بقى لمحاضره الكاميرات، عشان كده انا شرحت الكلام ده مره عشان ما يعيدوش دلوقتي، تمام. تيجي هنا تحت كده هتلاقي مكتوب الشير، تيجي تبص يا باشمهندس هتلاقيني رابط لك الكاميرا بي واحد اللي احنا مثلا هناك، نقفل بقى الكلام ده، هتلاقيه مثلا هنا في الفليكشر حاطط لك مثلا بي واحد كذا، تمام. رحت والله يا باشمهندس مثلا صممت الكاميرا ديت، وطلع مثلا الشير مثلا اللي هيبقى عليها احنا عارفين ان هو مش هيزيد عن قيمه معينه، ففرضت لها مثلا ان بي واحد ديت احط لها 6 فاي 8. هو في الحقيقه اول كاميرا بي واحد ده بيبقى بيتحط لها مينيموم، طبعا المينيموم 5 فاي 8 طبقا للكود المصري، وقلنا حتى طبقا للكود الامريكي مش هنقل عن الرقم ده يعني، لان قيم الكود يعني مش منطقيه، تمام. ولكن انا بطبعي ما بحبش ابدا من المينيمم بتاع الكود، يعني المينيمم بتاع الكود بيبقى 5 فاي 8، فانا بحاول ان انا اامن نفسي يعني شويه وابدا دايما احط المينيمم بتاعي ايه 6 فاي 8. حابب ان انت تحط 5 فاي 8 مفيش اي مشاكل، تمام، ده ما بيبقاش عيب في التصميم او قله ثقه في التصميم، لا ده بيبقى بس عشان عيوب التنفيذ والكلام ده يعني، خلاص يا هندسه. مثلا انا حاطط المينيمم هنا 6 فاي 8، والله انت لو حطيت 6 كانات، تمام، في القطاع ده يقدر ايه، وحسبت هيحسب طبعا ايه الكلام بتاعه ده، هيحسب لك في الاخر القوه بتاعه الشير كذا. هتروح انت يا باشمهندس تجيب القوه بتاعه الشير من البرنامج بتاعك، هتبقى مثلا بالشكل ده كده، تمام، وتروح تشوف والله هو 6 فاي 8 انت تستحمل 12 زي ما شفت، لو ديت موجوده هنا 9، تمام، يعني ال 6 فاي 8 دي تقدر تستحمل الشير ده ولا تقدر؟ طبعا. طب لو ده كان 13، لا يبقى ال 6 فاي 8 ما تنفعش، تمام، محتاج تروح تكبر الكنات. طبعا الكلام ده هنفهمه واحنا بنطبق اكتر، خلاص يا باشمهندس. فانا عامل لك هنا جدول ال 12 في 12 في 70، وده لك 25 في 70، وده كذلك. انت عايز تفرض مثلا، هتفرض القطاع 12 في 60، مفيش مشكله، تغير هنا الاسم وتغير هنا بقى ايه التي، تغيرها ايه ال 12 في 70، 12 في 60، خلاص يا باشمهندس. طيب نروح بقى نطبق يا باشمهندسين، ادي السقف بتاعنا كنا خلاص صممناه، نروح بقى يا باشمهندس نطلع نتائج الكاميرات، نطلعها ازاي. تيجي من هنا شو بيم فورسز، تك على الشكل ده،
طيب انت هتصمم التيميت ولا وركينج؟ طبعا التيميت، ولكن في حاجه بس احنا كنا غلطنا فيها عايزين نعدلها، اللي هي ايه؟ فاكرين لما جبنا احمال السلالم وحطيناها هنا، وكنا رحنا حطيناها في حاله الول. طيب حاله الول ديت يا باشمهندس، كنا رحنا عملنا لوك كومباينيشن وضربناها مثلا في 1 و4، اللي هو الايه، اللي هو عشان تبقى التيميت. انت اللود اللي انت كنت جايبه من السلالم كنت جايبه ايه؟ كنا جايبينه التيميت، فاصبح ان انت اصلا جايبه مضروب في ايه، في فاكتور. لو جيت هنا حطيته، كنا جينا حطيناه هنا فوق في الول، هيروح كمان ايه، يتضرب كمان مره. فكنا المفروض يا باشمهندس نروح نجيب ايه، نروح نجيب الفورسز وركينج مش التيميت، عشان لما تيجي هنا انت حطيتها في حاله تحميل، تيجي بقى تصمم وتقول له التيميت، خلاص هو هيضربها بنفسه. فتيجي هنا يا باشمهندس نروح بس في السلالم كده نجيب القيمه وركينج، تمام؟ احنا كنا جبناها التيميت قبل كده 3 و8 تقريبا. تعالوا كده يا باشمهندسين نقول له شو بيم فورسز، وتقول له ايه، شير 2 2، تمام. اختار الحاله ايه تاني كده، اختار الحاله بقى ورك، تمام يا هندسه، تمام. وتيجي كده مثلا على القمر دي، تتك عليها كليك يمين، تشوف الشير بتاعك ايه، 6. فاكرين كنا حسبنا القصة دي ازاي؟ كنا قلنا يا باشمهندس انت ايه الشير بتاع، يعني انت دلوقتي انت عايز تجيب ايه؟ عايز تجيب الرياكشن، تمام. الرياكشن ده جاي ازاي؟ كان عندك هنا لود وركزته، تمام، وليكن عندك بقى كان 12، فتروح هنا يا باشمهندس لانها كاميرا سيمبل زي كاميرا السلم، فهيتوزع ال 12 ديت على الرياكشن ده، هيبقى 6 و6، على حتى لو رحت جبت خدت المومنت هنا هيطلع لك في الاخر ايه، 6. فانت دلوقتي لو رحت تجيب الشير، طبعا الشير ايه، الشير يساوي الرياكشن ده، فهيكون الشير هنا قيمته 6. فانت هنا هو هنا ما بيطلعلكش، يعني مش هيطلع لك هنا رياكشن على طول في السام، الا لما يكون عندك يعني الركيزه عنده جوينت ريسترين، يعني زي ما كنا بنحطها مش كفريم كده زي ما احنا حاطين، تمام. كل القصه بقى ان الموضوع اتقلب، فاحنا دلوقتي معانا الشير يعني معانا الرياكشن، هنروح نعمل ايه؟ هنروح نجمع ده زائد ده، تمام، هيدينا 12، تمام. كنا بنركز ده ازاي؟ كنا عشان نجيب ده كنا بنضرب الحمل الموزع ده في الطول ده، هنقسم بقى المره دي عشان يعني بالعكس، هيبقى معانا ال 12 نقسمها على الاسبان يدينا الحمل الموزع اللي احنا عايزينه، تمام. طيب تعالوا نشوفها كده، ده كان الطول عندي كام؟ ادي الطول عندي اهوت كام، 3.85، تمام، 3.85. وانت جبت الشير عندك كان 6، يبقى 6 و6 12، تمام. 12 على 3.85 طلع كام يا هندسه؟ 3.1، كنا واخدين احنا 3.8، يبقى هناخده 3.1، نقول 3 و12 يعني 3 نقول 3.2، مفيش مشكله. طيب عايزين نجيب بقى الرياكشن اللي هينزل على ايه، على عمود السلم. قلنا الكاميرا المقصره دي يا باشمهندس ما بتتمثلش على برنامج السيف، تمام. فكل اللي نقدر ناخده ان احنا ناخد الرياكشن اللي هينزل على العمود مباشره، ونروح نحطه بقى ايه على العمود زي ما كنا عملنا بالظبط، تمام. نيجي كده ادي الكاميرا تاخد القيمه الكبيره، كنا كام، يبقى 4، احنا كنا واخدينها 5 لو تفتكروا، يعني الموضوع طبعا اقل شويه. فكل القصه يا باشمهندس تيجي كده تفك الحل وايه، وتعلم على الكاميرا دي كده، وتقول له ايه، اساين لود داتا ديستريبيوتد لود، اهم حاجه هنا تقول له ريبليس، يعني انت كنت حاطط هنا رقم تقول له ايه، ريبليس. طيب ريبليس قد ايه الول؟ قلنا هتبقى كام؟ قلنا هتبقى 3.1، وكنا حاطين كمان احمال، طبعا احمال وول، انت لان انت هتحط دلوقتي في حاله الول، فكان عندك احمال وول، تيجي تبص كده كليك يمين تقول له اللود، كنت حاطط احمال وول وحمل اضافي جاي من السلم اللي هو ايه، 3.8، تمام. فتضيف بقى الكلام ده على بعضه، تقول له اساين لود داتا ديستريبيوتد لود، تقول له اهم حاجه ريبليس، وتيجي في حاله الول تقول له ايه، 3.1 او 3.2 بقى زائد 0.61، خلاص احنا كنا قربنا ده، فهي في بعضها كده، يبقى كله ايه، 3.8، يبقى كله 3.8، تقول له ايه، 3.8، وتقول له ريبليس، وتقول له ايه، اوكي، تمام. وتيجي على قلنا بقى هنحط هنا ايه على العمود مباشره اللود، تيجي على ده وعلى ده، تقول له اساين لود داتا بوينت لود، تمام.
تمام، وهتقول له الحمل رايح للجرافيتي قيمته ايه يا باشمهندس؟ قيمته 4، وتقول له ريبليس، لان كنا قبل كده حطينا ايه، حطينا حمل ب5، فتقول له ريبليس يعني شيل القديم وحط لي الجديد، تقول له اوكي. تيجي كده تبص في الثري دي هتلاقيها حاططها لك وقت يا باشمهندس، الحمل رايح بتاع السلم على ايه، على العمود مباشره. وتقول له رام بقى، ونروح بقى نصلح الكاميرات. تيجي من هنا يا باشمهندس شو بيم فورسز، تقول له ايه، هتقول له ايه حاله ايه الالتيميت، ديت الحاله اللي انا عايز اسلح عليها او اخرج النتائج عليها. طيب هتلاقي هنا بيقول لك ايه، شويه حاجات كده، ديت خاصه بالمومنت، التورشن، الاكسيال، ديت اللي هي النورمال اللي رايح على الكاميرا، ميجور شير، ميجور ماينور شير، والكلام ده احنا اللي احنا عايزينه ميجور مومنت، المومنت اللي هو ايه يعني اللي بيلف حوالين المحور بتاعنا ده، تمام. تقول له ابلاي، هتلاقي ده شكل المومنت يا باشمهندس اهوت، تمام، زي الحل المانيوال زي ما كنا بنتعلم، تمام. امسك كاميرا كاميرا بقى، نيجي كده من هنا وليكن نقول له اكس واي، تمام. عايز تظهر القيم تقول له برضو شو بيم فورس، تقول له ايه شو فاليوز. لاحظ هنا يا باشمهندس المومنت هنا ما قلبش، معنى كده ايه؟ معنى كده السبان ده كبير قوي، تمام. فايه، فسحب إيه؟ يعني كان عليه مومنت كبير او كان احمال كبير، فادى ان النيجاتيف مومنت هنا كبير، النيجاتيف مومنت ما لحقش الايه يقلب على الكاميرا دي. معنى كده ان احنا مش محتاجين حديد سفلي، ولكن هنحط هنا من هنا. فتيجي نشوف، والله يا باشمهندس بيقول لك ان القيمه ديت 13 وايه 13 و7، تمام، وهنا 7 و6، وهنا هنحط منهم. طب فنشوف 13 و7 دي تديني مومنت قد ايه، تديني يعني ايه القطاع اللي يستحملها. فتيجي نشوف، انا هنا يا باشمهندس اولا القطاعات عندي 12 في 70 ما عنديش فيها مشكله، والاف يلد والاف سي يو، الاف سي والاف يلد تمام خلاص. انا مثبت بقى الحاجات دي مره، يعني مثبتها زي الجدول بتاعنا، حاطط كاف واحد ب 2 فاي 12 اللي هو بادئ مينيمم، كاف 2 زودتها بقت 4 فاي 12. دي اسمها نمزجه يا باشمهندسين، دي اسمها نمزجه. يعني ايه؟ يعني انا مش هروح يا باشمهندس، النمزجه ان انا مش هروح اخد كل كاميرا اصممها واطلع لها حديد تسليح، ده محتاج 2 فاي 12، ده محتاج 3 16، ده محتاج 2 12، الكلام ده مش هينفع، تمام. لازم تنمزج الكاميرات دي كلها في جدول صغير كده عشان يعرفوا ينفذوه في الموقع. فتلاقيني كده يا باشمهندس كاف 3 مثلا مزود بقى شويه، يعني دي كانت 4 فاي 12، دي بقت 2 16 و2 ايه 12، كاف 4 كذا وكذا، بزود ايه كل قطاع بزوده شويه. فتيجي تبص يا باشمهندس انت دلوقتي محتاج ايه سفلي كام، 13 و7 من 10. فتيجي تشوف 13 و7 من 10 اللي هي ايه بي 4، بي 4 ديت اللي هي ايه 4 فاي 16، 2 و2. يبقى ديت يا باشمهندس تيجي كده على المشروع بتاعنا وتيجي كده تقول له ديت بقى عدلها لي كده كاف 4، تمام. مبدئيا كده ناخد الجدول ده بالقطاعات ديت كده كوبي بقى للمشروع بتاعنا. تمام، هنشوف هنحتاج ايه، ما احتاجناش مثلا كاف 5 وكاف 6 والكلام ده هنشيلهم حسب المشروع بتاعك، تمام. ما احتاجناش مثلا كابولي 2 او كابولي 3 هنشيلهم، يعني ده بزياده عشان تشوف ايه انت محتاج ايه. شيل ده بقى، شيل السلم ده خلاص. يبقى ديت قلنا كاف 4، تمام. ديت ايه قلنا الحديد المومنت ما قلبش، فهتبقى مينيموم يعني كاف ايه، كاف 1 زي ما هي اقل حاجه. كاف المينيموم عندنا ايه يا باشمهندسين؟ المينيموم عندنا في الكاميرات اقل حاجه 2 فاي 12، تمام. طبعا في قيم للمينيموم اللي احنا كنا حسبناها واحنا بنشرح الكاميرات بالتفصيل، اللي هي القيم اللي الكود بيديها لنا، اهم حاجه القيم دي لا تقل عن 2 فاي 12 خلاص، تمام. طيب ديت يا باشمهندس المومنت هنا 7 65، يعني قول 7 و7 تيجي كده 7 و7 اللي هي ايه، لا كاف واحد، ما لا مش كاف واحد، كاف 2 8 ونص، يعني اكبر من ايه، من 7 ونص خلاص. يبقى دي كاف 2 يا باشمهندس كده، دي كاف 2 تمام. طيب ديت قلنا هتبقى زي ما هي. قبل اي حاجه، قبل ما تروح اي حته، تروح تتشك على النيجاتيف مومنت، تمام. تروح تشوف قيمه النيجاتيف مومنت بتاعتك كام، تمام، وتشوف والله النيجاتيف ستيل اللي انت حاطه
للقمرتين اللي جنب بعض دولت، اللي هم دولت هيوفي النيجاتيف اللي عندنا ولا لا. فتيجي تشوف انت عندك، هنبدأ مثلا ايه القمرة دي والقمرة دي، فتيجي نشوف كده القمرة دي والقمرة دي النيجاتيف مومنت عندهم سالب ايه 5 53، ديت ايه دي كاف واحد ودي كاف اتنين. فتيجي تشوف في الشيت كده انا حاطط لكاف واحد طبعا النيجاتيف مومنت بتاعه بيبقى اكبر شويه، فحاطط له ايه 2 فاي 16 مش 2 فاي 12 بقى، كبرت شويه. طيب ب2، ب2 قلنا 4 فاي 12، كبرت بقى النيجاتيف مومنت خليت لا 2 12 و2 16. فتيجي تبص انت عندك بي 1 وبي 2 جنب بعض، الاكبر فيهم ايه؟ الاكبر فيهم بي 2، فتيجي تشوف النيجاتيف مومنت بتاعه 11 و3. اه ده موفي، موفي معانا، يبقى مش محتاج ان انا اغير قطاعه ولا اي حاجه، يبقى ده مظبوط. هو هيروح ياخد النيجاتيف الاكبر منهم وهيحط هنا، تمام. طب هنا 13 26، يعني قول 13 ونص، وانت حاطط هنا كاف 4. هتيجي تشوف يا باشمهندس هتلاقي كاف 4 محتاج عندها نيجاتيف مومنت 14، يعني اكبر من ايه من اللي عندك. خلاص يا هندسه، يبقى ديت برضو موفيه. هو يروح ياخد الكبير ما بينهم، ما بين ده وده، وقلنا هيحط النيجاتيف مومنت بتاعه، النيجاتيف ستيل بتاعه. طيب دلوقتي مثلا دي كانت طلعت 15، يعني اكبر من ال 14، هتعمل ايه؟ هتروح تكبر قطاع القمر الكاف 4 دي، هتروح تديها كاف 5. ايه ده يا باشمهندس؟ ده كاف 5 مش عندنا. اصبح يا باشمهندس انا واخد هنا في الاعتبار الاريا ستيل ماكسيمم. لو ترجع بقى لمحاضره القمرات كنت شارح، قلت لك الاريا ستيل ماكسيمم تساوي ايه؟ تساوي قيمه كود مصر. افتح بقى الايه، افتح محاضره القمرات، اعتقد المحاضره الكام، المحاضره الثامنه اعتقد، المحاضره الثامنه محاضره القمرات شارح فيها الاريا ستيل ماكسيمم والاريا ستيل مينيمم. افتحهم هتلاقيني ايه، هتلاقيني هنا بقى واخد في الاعتبار الاريا ستيل ماكسيمم، عشان ما تروحش تحسب الاريا ستيل ماكسيمم تساوي ايه. وده الصح اصلا، ان انت قبل ما تروح تصمم الكاميرات تحسب الاريا ستيل مينيمم والاريا ستيل ماكسيمم، ولكن انا عارف ان الاريا ستيل مينيمم 2 فاي 12 يبقى خلاص. طب الاريا ستيل ماكسيمم خلاص تحسبها عشان ما تحطش حديد اكبر من الماكسيمم، يكون القطاع اوفر رينفورسد سيكشن والانهيار فيه يبقى ايه، يبقى بريتل فيلير. طيب خلاص، يبقى اذا لو هي النيجاتيف مومنت بقى ايه يا باشمهندسين، كان هنا 15، معنى كده ان انا القطاع انا محتاج ان انا اكبره عشان لما يجي ياخد الحديد النيجاتيف بتاعه يكون ايه، يكون موفي كده. مش كده خلاص القمرات ال 12 كده مش نافع معايا، تروح بقى يا باشمهندس ايه تغير ابعاد القطاع ده، تقول له والله القطاع ده هيبقى ايه، هيبقى 25 في 70. ده الانصيف بقى يا باشمهندسين، قلنا القطاعات في القمرات ممكن تبقى انصيف في الشير وانصيف في الايه، في الفليكشر، في الفليكشر اللي هو المومنت. قلت لك امتى؟ لما الاريا ستيل ماكسيمم، الاريا ستيل ريكوايرد تكبر عن الاريا ستيل مينيمم. طيب امتى يبقى الانهيار في الشير؟ هنعرف بقى ايه لما نيجي نصمم الشير كمان شويه. خلاص يا هندسه، احنا الاول بنصمم مومنت يعني حديد رئيسي، وبنتشك على ايه، على النيجاتيف مع بعض، وبعد كده لما نخلص كله نروح بقى ايه نتشك على الشير، نصمم ايه الشير ونحط بقى الايه الكنات بتاعتنا. نكمل كده، احنا خلصنا اتاكدنا الكاميرا دي تمام. نيجي على الكاميرا اللي فوق بالمره ونشوف، طبعا متوقع تكون اكبر شويه، لا مش هتكون اكبر، انا سرحت يعني، كنت فاكر ان هنا مفيش كانتليفر، لا المفروض تكون اقل. ليه؟ لان الكانتليفر هنا 2 متر، اما ده كان متر 20، فمنطقي جدا تلاقي النتائج اقل، وده منطقي جدا. هنا كان 14 وهنا كان ايه، كان 7 وهنا كان 12، فكده انت الموديل مظبوط معاك، تكون مطمن لحل تمام. وطبعا ايه المومنت هنا بادئ من الصفر، احنا عملنا موضوع الريليز وكده. ديت 12 يا باشمهندسين، 12 دي تاخد حديد كام او كاف كام؟ تيجي تبص لا برضو محتاجه ايه، محتاجه كاف 4 تمام. تيجي كده على المشروع بتاعنا تدي دي كده كاف 4 تمام. طيب المومنت هنا برضو اللي ما قلبش، فهياخد مينيمم كاف 1. هنا كام؟ هنا 6.5. تيجي تبص على الشيت بتاعك 6.5، يعني كاف 2 يوفي، يعني زي القمر اللي فوق، يعني هو برضو متر 20 من 2 متر كانتليفر، مش فارق كتير. ادي كاف 2، وطبعا مش هنتشك على النيجاتيف لانه هيبقى سيف زي اخوه يعني تمام. طيب طيب تمام، مبدئيا كده احنا قلنا احنا هنعمل كده قمره في منسوب الدور وظيفتها التربيط بس،
يبقى من غير اي حاجه القمره ديت وما تكتبهاش حتى في البلان، هيبقى عارف الراجل اللي في الموقع، هيبقى عارف يا باشمهندس ان هي ايه، ان هي مينيمم. تمام، يبقى كده القمره ديت خلاص ما تاخدهاش. طيب سيب كاميرات السلم ونيجي ايه، نيجي للكاميرات دي، نيجي كده 7 و7 كاف 2، طبعا 8 ونص بقى على طول، انت هتحفظ القيم بقى. تمام، كاف 2 تيجي كده كاف 2، عدل كده وتقول له كاف 2. طيب اللي في النص 4 ونص، تيجي تشوف كده 4 ونص، لا ده معديه ال 4 و4، حتى لو كانت 4 و4 او 4 و3، لا يا باشمهندس ما تصممش كريتيكال، كبرها للقطاع الاكبر منها. خلاص، يبقى دي كاف 2، كمان كده كاف 2، تمام. طيب اللي بعدها 7 و8 برضه كاف 2، منطقي جدا يا باشمهندس. المارجنال بيم دايما بيبقى كاف 1 وكاف 2، لان حاجه كده ايه على الطرف، كاميرات طرفيه، ولكن هنا طبعا اكمن الاسبان ده واسع جدا، فطبعا الاحمال عليها كتير يعني، فواخده كاف 2. تمام، دي قلنا كاف 2 وكاف 2، ودي كمان ايه، كلهم كاف 2 يعني. تمام، دي كده كاف 2. طيب الناحيه التانيه طبعا لو المنشأ سيمتري خلاص ما تبصش بقى في الموديل تاني، ولكن هنا مش بالسيمتري يعني، هنا الاسبان ده غير ده، ولكن متوقع ان ايه، ان الاحمال هنا تكون اقل شويه من غير ما ابص يا باشمهندس. اولا الاسبانات هنا اقل من هنا، يعني لو تلاحظ هنا في هنا كام، 4 اعمده بس، في هنا 5 اعمده. ثانيا الاسبانات دي قليله بتاعه البلاطه، فغالبا يعني هتبقى كفات واحد معظمها يعني. ونبص كده، ده بس ده سنس المانيوال بقى اللي انا بكلمكم فيه. اهو مثلا دي كاف 1 اهو، دي كاف 2 تمام، لان برضو جنبها الاسبان واسع، فديت هتبقى كاف 2 ميم 2. دي كاف 1 زي ما هي، ودي برضو متوقع تكون كاف 1 تمام، حتى المومنت ما قلبش عليها. ديت كاف 2 خلاص، يبقى دي كاف 2 الاخيره بس اللي كاف 2. خلاص يا هندسه كده ايه، سلحنا كل الكاميرات بتاعتنا، باقي كاميرات السلم. دلوقتي يا باشمهندس برنامج السيف يعني لما يبقى الكاميرات حوالين المناور بيرخم شويه، وحتى لو انت عامل لها ريليز بتلاقيه عامل لك المومنت بالشكل ده، مفيش مشكله. كل اللي انت هتعمله يا باشمهندس في الحاله ديت، مهما عملت لها ريليز الكاميرا المومنت مش هيبقى زي هنا، مش هيبقى زي ده. في الحاله ديت انت محتاج ايه، تضيف يعني مثلا في حاله زي دي محتاج تضيف النيجاتيف مومنت ده على البوزيتيف مومنت ده، وتشوف هيديك قد ايه. تمام، انت عارف ان كل الكاميرات دي سيمبل، ما هو ده بقى ايه الفرق لما واحد بيروح يصمم ومش فاهم مانيوال، فتلاقي البرنامج مطلع لك قيم غريبه. تمام، لو مش فاهم مانيوال هتاخد القيم دي، ده احط هنا تسليح حلو ده نيجاتيف اهو. تمام، اما لو فاهم مانيوال لا ده كاميرا سيمبل، المومنت هيكون عليها ايه بالشكل ده. تمام، فده عيب في برنامج السيف للاسف، برنامج السيف في الكاميرات ساعات بيخرف معانا كده. مفيش مشكله، المهم تبقى فاهم ايه هتداوي الموضوع ده ازاي. هنا انت هتاخد هنا الماكسيمم، القيمه الماكسيمم دي هتسلح ايه عليها. هنا كل القصه ان انت هتضيف النيجاتيف مومنت ده، هتضيفه على البوزيتيف مومنت ده ويديك قد ايه. تمام، ديت ايه 6 و9 نقول 7، 7 ايه، يبقى ديت 7 و8 من 10 يبقى كاف 2. يبقى ده كده كاف 2، وده منطقي جدا. ليه؟ هقول لك ليه. لما تيجي تبص يا باشمهندس، خدت شريحه هنا، الشريحه دي سيمبل، الشريحه ديت لو خدت شريحه هنا كده، لو خدت شريحه هنا كده الشريحه دي سيمبل، شريحه البلاطه دي سيمبل، فتيجي تحسب عليها المومنت هيكون بالشكل ده. تمام، تيجي تحسب عليها الشير هيكون ايه بالشكل ده، فتطلع رياكشن من هنا هو الايه الرياكشن اللي هنا، فديت طلعت لك كاف 2، منطقي جدا دي كمان تطلع لك كاف 2. تمام، كذلك الكاميرا اللي هناك، يعني انت بالخبره يا باشمهندس ساعات مش هتبص على الموديل اصلا، انت في حاجات كده هتسلحها وانت عارف ان هي لما تبص على الموديل هتطلع مظبوط. دي كاف 1، منطقي دي كمان تطلع كاف 1، تيجي تبص كده هتلاقي فعلا قيمتها صغيره جدا. تمام يا هندسه،
تمام. ديت برضو تضيفهم برضو على بعض، هيطلع لك معاك ايه؟ هيطلع لك معاك برضو كاف إيه؟ كاف كام؟ هنا هتاخد كاف 3 بقى، هنا هتاخد كاف 3. تمام، منطقي جدا ان هي تبقى كاف 3 اصلا. ليه؟ دي شايله السلم يا باشمهندس، كاف 3 دي شايله السلم، يعني احنا ضايفين عليها اصلا حمل جاي من السلم 3 طن، يعني حاجه كبيره جدا، فمنطقي تبقى كاف 3. وكمان لو انت في مشروع تخرج او في مكتب، ممكن صاحب المكتب او الدكتور بتاع المشروع التخرج يقول لك لا دي كاميرا شايله السلم، معلش خليها لي كاف 4، حتى لو هي في البرنامج طالعه لك ايه؟ طالعه لك كاف 3 مثلا. خلاص يا هندسه، تمام. قلنا الكاميرا دي خلاص قلنا هتبقى مينيموم لانها في منصوب الدور اصلا، ومش شايله اي احمال، يعني وراها منور والناحيه دي وراها سلم، يعني مش شايله اي احمال، احنا حطيناها للتربيط. تمام يا هندسه، احنا كده ايه؟ خلصنا تصليح الكاميرات في السقف ده. تمام يا باشمهندسين، باقي ايه؟ باقي موضوع الشير. تمام، هقول لك على حاجه لطيفه جدا. انت دلوقتي المينيموم عندك كام؟ تيجي كده على موضوع الشير، طبعا كل كاميراتنا 12 في 70. المينيموم عندك انت حط 6 في 8 او حط 5 في 8 لو انت عايز، يعني انا هحط 6 في 8. تمام، حسبناه لك طبعا، ده شغال لو جينا فتحنا طبعا شرحنا الكلام ده مانيوال، شرحنا طبعا الكلام ده مانيوال يا باشمهندسين، وقلنا في الاخر ايه؟ ازاي بقى نجيب الكلام، يعني مش هشرح طبعا القانون ده، الكلام ده شرحته مره يعني مش عيد، ولكن ايه هو هنا كل القصه ان انا جايب، هو هنا مثلا انت على البرنامج بيبقى بيديك فورسز وبتاعنا، كل القصه هنا ان انا بفرض بقى حديد التسليح، تمام، وبفرض المسافه بين الكنات، طبعا انا قايل له 6 في 6 في 8، فهو هياخد المسافه الاس ما بينهم على طول، هيطلع لك اجهاد، هيروح في الاخر هو ايه؟ هيعوض في القوانين ديت ويحسب لك الفورسز، يعني ماشي بالمقلوب في الاخر عشان تقارن ما بين الفورسز اللي عندك. طبعا لو انت بتقارن بتصمم كاميرا سيمبل او كاميرا حتى مانيوال، بتمشي بقى عدل، يعني بيبقى بتجيب الاجهاد نتيجه الفورس، الشير فورس اللي عندك، الشير فورس ايه اللي عندك اللي انت جبتها ديت من المانيوال، بتروح بقى ايه طبعا. انما على البرنامج مش هنمسك كاميرا كاميرا نعمل لها كده، لا احنا بنفرض، فبالعكس ففي الاخر ايه؟ يجيب لك الفورس اللي يقدر يتحملها القطاع، وتقارن ما بين ايه؟ الفورسز اللي يقدر يتحملها القطاع والفورسز اللي على البرنامج. خلاص يا هندسه، طيب إيه نكمل بقى. قلت لك ايه يا باشمهندس؟ مش المينيمم بتاعك مديك 12 طن، يعني ال 6 فاي 8 في القطاع بتاعك ده كله، تمام، يستحمل 12 ايه طن؟ انا هروح اشوف البلان كله بتاعي اكبر قيمه فيه كام؟ اهو في الشير ميجور شير برضو، تقول له ابلاي. خلي بالك ما تحتارش يعني في الموضوع، لو انت اخترت حاجه تانية هتلاقيه مش هيجيب لك حاجه اصلا، لانه انت كده بتقول له هات لي الشير في الاتجاه التاني اللي هو ايه؟ اللي هو الاتجاه ده. انت عندك القطاع الكاميرا بيبقى بالشكل ده، انت عايز تجيب الشير في الاتجاه ده، انت كده كانك بتقول له هات لي الشير في الاتجاه، طبعا ما فيش، فما تخافش يعني من القصه دي، تقول له ميجور شير، تمام، وتشوف اكبر قيمه معاك كام. تمام، مثلا في الكاميرا دي اكبر قيمه يا باشمهندس 11، انت عندك المينيمم اصلا، المينيمم اصلا 12، يبقى كده خلاص كل الكاميرا دي هتبقى ايه؟ هتبقى مينيمم 6 فاي ايه 8. طب هنا نفس الكلام، طب هنا نفس الكلام، طيب هنا نفس الكلام، اصبح ايه يا باشمهندس؟ اصبح ايه يا باشمهندس؟ انما يا باشمهندس هتروح تعدل الجدول ده بكل بساطه، الجدول بتاعك ده، تقول له كل الكاميرات اللي عندي، طبعا احنا عندنا كاميرات لغايه كام؟ لغايه كاف 4، فانا بقى مش محتاج كاف 5، تمام؟ ما عنديش هنا برضو كوابيل والكلام ده، طبعا في البلان التاني هيبقى عندي كوابيل. فمبدئيا خلاص سيبه دلوقتي كده، هتروح بقى تعدل له كل الكلام ده، طبعا احنا كنا بنزود يعني نقول له والله كاف 3 ده عليه احمال اكبر، فافرض لي مثلا 7 في 8، ولكن ده الجدول ده فرض، يعني في الاول وفي الاخر انت بتشوف التصميم وتعدل عليه، في الاخر كده انت محتاج ايه؟ كل الكلام ده هتخليه ايه؟ 6 ايه؟ 6 في 8، لان انت ما عندكش حاجه محتاجه 7 في 8 او الكلام ده، يبقى كده كل المشروع عندك محتاج ايه؟ مينيمم يعني. تمام، طيب طيب بالنسبه بقى للكاميرات دي، طبعا احنا قلنا البرنامج مخرب فيها لانها جنب منور والكلام ده، فانا مش هاخد بالقيم بتاعتها، حتى لو تيجي تبص هتلاقي
قيمة شيرو 41 طن، الكلام ده طبعا مش منطقي. ففي الحالة دي احنا نبقى عارفين ان الكلام ده مش منطقي مش مظبوط. وطبعا ايه احنا عارفين يعني ايه مثلا ان احنا كاف 4 عندنا ما احتاجتش اصلا اكتر من 6.8، فغالبا طبعا الكاف 3 اللي احنا حطيناها هنا مش هتحتاج اكتر من كده. فده بقى ايه ده فهم المانيوال بقى يا باشمهندسين. تمام، فخلاص احنا دولت كده هناخدهم ايه زي الايه زي ال زي مينيموم برضه. خلاص يا باشمهندسين كده خلصنا تصليح الكاميرات كلها. خلاص مبدئيا كده خلاص مثلا مفيش مشكلة، ممكن نمسح دول مبدئيا كده دلوقتي ونشوف لغاية ما نشوف بقى الايه السقف التاني بتاعنا هيحتاج كاميرات ايه وبتاع ممكن نضيف او الكلام ده. تمام طيب كده يا باشمهندسين موضوع الكاميرات خلص.